لازم نبقى عارفين ان مصر دولة كبيرة ودولة طبعا محترمة وبتحترم كل آثارها وتراثها التاريخي. صحيح. فلما نبدأ عملية التطوير قامت حملة كبيرة جدا على السوشيال ميديا على غير أساس من الحقيقة وعلى غير أساس من الصحة، وقالت ان بيتم تجريف الأشجار وقطع الأشجار التاريخية، كلام لا أساس له من الصحة نهائيا. كل اللي بيتعمل في الحديقة ان صدرت توجيهات رئاسية إعادة الحديقة إلى صورتها القديمة عشان المواطن المصري والسائحين يستمتعوا بها ويستمتعوا بجمالها. الحقيقة أنا رحت الحديقة وشفنا الخراب والدمار اللي موجود للأسف فيها من الداخل. وفي النقطة دي بالذات مش هنوجه اللوم لأي أحد، لأن عدد العمالة اللي فيها وهي مساحتها 96 فدان يبقى 7 عمال فقط مش هيقدروا يعملوا حاجه نهائيا. وبناء عليه احنا الحديقه صدرت توجيهات ان احنا هنحيي التراث فيها ونحيي الحدائق اللي موجوده، والدوله هتهتم بيها بشكل خاص جدا. وبدانا العمل بالفعل كويس. طبعا كميات مش عاوز اقول اكثر من 25 طن مخلفات بتتنقل بالعربيات بشكل منتظم. كميات من النخيل اللي مات يعتبر محروق، كل ده بمساعدة العديد من الخبراء الخاصين بالزراعة ومن مركز البحوث. حلو. ومن معهد بحوث البساتين، كل ده شغال ال 24 ساعة في الحديقة عشان إعادة إحيائها. حلو جدا. فوجئنا بحملة شعواء على السوشيال ميديا وتلقتها هقول الخلايا الالكترونيه اللي احنا عارفينها كويس قوي، وبدات تكبر الموضوع وتقول ان احنا بنجرف. لا مستحيل. وخلينا اقول لك انا بتحدى اي واحد يقول ان احنا قطعنا شجره او قطعنا نخله من الحديقه. احنا ما يتم هو تقليم، اول حاجه تطهير وتنظيف الموقع تماما. طبعا عندنا مئات الصور، احنا تم تصوير الحديقه من فوق بالدرون عشان يظهر ما هو قبل، وهنصور ما هو بعد وباللي يتم التجديدات اللي تمت فيها وتطويرها. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا، اي حد بيشك في اي كلام يتفضل يشرفنا بكره الصبح ويدخل الحديقه ويشوف الاعمال اللي بتتم فيها ويشوف اذا كان في شجره واحده تم قطعها. احنا بنتحدى.